السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة جيم. واليوم جات لكم فيديو جديد. الفيديو هذا حنتكلم عن الشخصيات الموجودة في اللعبة. هذا الفيديو انطلب مني كتير، ايش هو افضل شخصية وشو الشخصية اللي حتستخدمها هون والشخصية هي شو فائدتها، فحنتكلم عن الموضوع هذا. بس قبل ما نبدأ بالمقطع عسى انك تشترك في القناة وتفعل الجرس اذا بس قبل ما نبدأ المقطع عسى انك تشترك في القناة وتفعل الجرس لحتى يجيك اشعارات بالفيديوهات اللي حننزلها على لعبة ديابلو في المستقبل. عسى انك تعطيني لايك اذا عجبك المقطع، ديسلايك اذا ما عجبك، بس اكتب لي في الكومنتات ليش ما عجبك. طيب قبل ما نبدا ونتكلم عن الشخصيات، في شغله لازم تكون في بالك، واللي هو انه انت لما تختار شخصيه لازم تكون الشخصيه عاجبتك وانت حاببها مشان ما تمل من الشخصيه هي. لانه لو هلا انا قلت لك العب بالشخصيه هي او العب بالشخصيه هي او هي، راح تلعب فيها وحتمل منها، حتحس انه النصيحه هي ما فادتك وانت ما حتعجبك الشخصيه وحتبدلها. فمن البدايه شخصيتك الرئيسية دائما اختار الشخصية اللي انت بتحبها. بس انا هشرح لك هاي الشخصية شو حتكون فائدتها، لانه هي ممكن تزيد حبك لها او تخليك تختار الشخصية الثانية اللي انت ممكن تكون عم تفكر فيها. فهنتكلم عن الشخصيات بشكل اجمالي وين فوائدها وين استخدامها وشو ممكن انك تعمل فيها في المستقبل بعد ما يصير لك 60، وين راح تكون فائدتها العظمى. هنضغط على علامة السائد، نعمل شخصية جديدة، وحنبدأ من أول شيء من عن شخصية البربريان. أي هي شخصية البربريان؟ شخصية البربريان مقاتل أو محارب عن قرب، وعنده كراود كنترول كمان بالمهارات تبعيته. الكراود كنترول هي مهارات السيطرة اللي بتعمل إغماء سحب أو إنك تدف الشخص لبعيد. فالبربريان جدا مفيد بهالشيء. البربريان بتميز إنه دمه كبير وكمان هجومه قوي، بس هذا الشيء بيعتمد على البيلد تبعك. اذا انت زايد الدفاع تبعه فحيكون دمه قوي وجدا هائل، واذا زدت الهجوم تبعه حيكون مدمر في القتالات. البربريان مفيد جدا بالبي في اي، واللي هو انت لما تلعب بلاير فيس انفورمنت اللي هو ضد الطبيعه او ضد العالم، انك تلعب مثلا بالدنجنات الوحوش حيكون جدا قوي وحيكون مفيد. واي بارتي بده يطلع يفرم بده بالهيل 2 اللي هو الصعوبات اللي انت بتفتحها بعد ليفل 60 لازم يكون فيها بربريان. فالبربريان واحده من اهم الشخصيات في اللعبه هي، وجدا محبوب من قبل الكوميونتي تبع العاب ديابلو لانه هو اول شخصيه كانت في اللعبه. البربريان مفيد بالبي في اي وبالبي في بي، بس دمج تبعه مو اعلى، دمج الضرر اللي هو بيعمله مو اعلى ضرر. في شخصيات تعمل ضرر احسن منه، بس اذا بدنا نقيس على النطاق الكبير، يعني لما يكون ضدك 2 و3 البربريان حيكون مفيد ضدهم، لانه بي عنده بالمهارات تبعيته بتعمل دمج لعده اشخاص مو لشخص واحد معين، فهو بيعتبر انه تانك او مهاجم، فجدا حيكون مفيد بالبي في بي وبالبي في اي وفي اي مكان بتحط البربريان شخصيه. للناس اللي ما عرفان شو بدها تلعب، انا بنصحك بالبربريان لانه حتقدر تلعب فيه باي مكان انت بدك اياه. الويزارد او الساحر. الويزارد والساحر شخصيه دمها لا باس به بس بتموت بسرعه، بس عنده ميزه واللي هو انه عنده مهارات كراود كنترول والسيطره كتيره، وعنده مهاره الهروب اللي هي التليبورت جدا حلوه في يهرب من اي مأزق هو فيه. الشخصيه هي مفيده بالبي في بي اكثر من انها تكون مفيده بالبي في اي ضد الوحوش، بس هذا لا يعني انها مو قويه ضد الوحوش، لانه الوزرد بالزعماء خصيصا عنده مهاره الاطلاق الشعاع اللي بيطلقه بتعمل دمج خرافي للزعماء، فجدا مفيده كمان بالبي في اي. بس بالبي في جدا مهمه لانه عنده مهارات تعمل دمج مو طبيعي. واحده من المهارات المشهور فيها الساحر واللي هي الكريستال اللي بحطها في نص اللاعبين، بتعمل دائره كبيره بتعمل خطوط من الدمج على كل الناس الموجوده هنيك ودمجها جدا عالي. فافضل كومبو بيستخدموه حاليا السحره واللي هي الكريستال، وبعدين بيطلق الشعاع على اللاعبين بيعمل دمج خرافي بيمكن انه يقتلك من مجرد كومبو واحد من هالكومبوات. فالوزر جدا مفيد بالبي في بي بس كمان مفيد بالبي في اي. بس بنصح الناس اللي بدهم يلعبوا بالوزر، الناس اللي بتهجم من بعيد، الناس اللي بتضلها عم تبعد عن الحروب او عن القتالات، لانه الويزرد اذا مسك حيتوفى بسرعه. فجدا مهم انك تاخذ الويزرد وترفع الدمج تبعه او الضرر وتعطي كمان شويه بالدم والدفاع، لانه ممكن يموت معك بسرعه بالبي في بي. فمن المهم جدا انك تطور الجمات تبعيته تبع الدفاع والدم وتحط له جيمتين على الاقل من كل وحده لحتى تعطيه دفاع ودم اكثر، يكون ليفلها 5 او فوق لانه حتعطيها دم واكثر، والباقي تحط له اياهم بالهجوم والارمر بنتريشن اللي هو الاختراق الدفاعي لانه حيفيده بالدمج اللي هو راح يعمله.
الديمون هانتر، واللي هو اقوى دمج ممكن يعمله الشخص لا لاعب واحد او للزعماء. الديمون هانتر مختص بالدمج السنجل او الانفرادي، واللي هو انت لما تكون عم تلعب بي في بي ممكن انك توصل لعند العدو وتروح لورا ظهرهم، لانه عنده مهارات السحب، بيطلق مثل اسلاك ورا بعضها، 3 اسلاك، بصير ورا الناس، ولما يصير ورا الناس فيك انك تضربهم من ظهرهم، وعندك كريستالي او جمايه ليجندري فيك تحطها بتخلي الدمج من الظهر اقوى. فهو دمجه على الشخص الواحد اقوى، وممكن انه يقتال الناس اللي بيعملوا دمج بالبي في بي بسهوله، بحيث انه ينتقل لورا التانكات او الناس اللي عم تدافع عن الناس اللي بيعملوا دمج، ويضرب الناس اللي عم يعملوا دمج ويقتلهم ويهرب من هنيك بسرعه قبل ما يموت، لانه اذا تجمعوا عليك 2 بالديمون هانتر انت حتتوفى. ديمون هانتر افضل شخصيه بتلعب فيها 1 ضد 1، بس أسوأ شخصية بتلعب فيها 1 ضد 2، إلا إذا أنت مقوي الشخصية تبعيتك أكثر من 2 التانيين اللي قدامك، فالحالة حتكون أقوى منهم. بس إذا جبنا على سبيل المثال باربيريان وساحر وحطيناهم ضد ديمون هانتر وكلهم نفس الليفل، حيذبحوا ديمون هانتر بسهولة مو طبيعية. فالديمون هانتر جدا مفيد ضد الشخصيات الوحيدة، وبالبي في بي شخصية خرافية حتقدر انك تجيب كلات ورا بعض طالما انت عم تقتالهم 1 1 بدون ما حدا يمسكك. وبالهروب جدا مفيد، لانه بالهروب عندك مهارة الاسلاك مثل ما قلنا، حتقدر تهرب من اي هجوم عم يجي عليك، بس لازم يكون في جنبك جدار لحتى تقدر انك تسحب حالك. وبالبي في اي ضد الوحوش او الزعماء خصيصا الديمون هانتر حيعمل عليهم دمج خرافي، فاي ريد اللي هو انت بتكون ضد الوحوش اللي فيه دمهم 3 مليون وفوق او زعماء العالم، الديمون هانتر حيكون مفيد كتير هنيك، لانه حيعمل دمج اكتر من غيره، حنقتل البوس بسرعة قبل ما انه يستخدم مهارات يقتلنا فيها كلياتنا. المونك اكتر شخصية مظلومة من الكوميونيتي، ليش؟ لانهم ما بيعرفوا يستخدموا. المونك هو فايتر بس مو مثل البربريان بيهجم على اكثر من شخص، المونك بيهجم على شخص واحد. المونك عنده مهارات كراود كنترول او السيطرة بشكل مو طبيعي، وبجوز انه يفوت لبين 5 ويسحب واحد منهم ويوديه لعند اصحابه لنصهم. مهارة من المهارات تبعيته اللي هي بتكون عبارة عن انتقال ازرق، بتنتقل انت وراك الشبح تبعك بينتقل وراك، والشبح هذا بيسحب الناس اللي معك، فيك انك تفوت لجوا وتسحب واحد وتجيبه عند الناس تبعك وتخليه انهم يقتلوه بسهولة. فالمونك جدا مفيد بالبي في بي من هالناحية، والدمج تبعه مثل الديمون هانتر على الشخص الواحد اقوى من غيره، لانه اغلب مهاراته بتخليه انه يضرب الشخص وما ينضرب، وعنده مهارات كمان تعطي حماية ودفاع، فهو جدا قوي بالبي في بي اذا انت عم تعرف تستخدمه. المونك بالبي في بي صعب، فلازم انك تتعلم عليه وتتعود عليه لحتى تطلع قوته الحقيقية، لانه افضل شخصيتين بتقاتل فيها 1 ضد 1 هم الديمون هانتر والمونك. المونك قوي جدا ومفيد بالبي في بي. بالبي في اي ممكن ما تحس بقوته لانه هو مو مخصص للبي في اي، مخصص للبي في بي، بس ما يعني انه بالبي في اي حيكون ضعيف، بالعكس المونك ضد البوسات بيتجاوز اغلب الضربات اللي بيضربوها البوسات بسبب المهارات الدفاعية تبعيته والمهارات اللي بيقدر يعملها وما يجي دمج. وواحدة من المهارات المشهورة اللي هي بتعمل دائرة بتضرب من 4 الجهات في الدائرة هاي، انت عم تضرب الضربة هاي ما بيجي عليك اي دمج، فان البوس تبعك لما يضرب الضربة تبعيته اللي بيقتل فيها كل الناس ولازم انهم يتخبوا ورا الاحجار، انت بكل بساطة فيك تستنى الوقت المناسب لما يستخدم المهارة هو وتستخدم مهارتك انت، وحتتفادى الضربة بشكل رائع. فالمونك جدا مفيد من هاي الناحية. وبالكاراود كنترول واللي هو مهارات السيطرة هو افضل واحد بحس انا المونك فيها. الكورسايدر، والكورسايدر هو عبارة عن بلد مجموع بين محارب وتانك، فهو لا بتقول انه تانك تانك ولا بتقول انه محارب محارب، بس الكورسايدر بالبي في بي اشهر شخصية، لانه فيك تركب على الحصان وتمشي وتتعدى الاعداء وبتضرب الشخص اللي انت مركز عليه، او اذا حدا هرب فيك تركب على الحصان وتلحقه وتجيبه. الكورسايدر مفيد كتير بالبي في اي، ممكن الناس تستغرب ليش مفيد بالبي في اي، ما هو في الباربيريان افضل منه. الكورسايدر ممكن انه يجمع لك كل الوحوش في مكان واحد ويخلي الساحر يضرب ضربه او الباربيريان يعمل ضربه الدوامه تبعيته ويشيل الوحوش بشكل مو طبيعي. فالكورسايدر جدا مفيد وبيغنيك عن الباربيريان بالبي في اي بالطلعات على الوحوش او الحملات اللي على الوحوش الاقوياء من هالناحية. فالكورسايدر جدا مفيد بالبي في اي، وخصيصا بعد ليفل 60 حتحتاجوه معكم بالفريق تبعكم، وعنده مهارات بيعمل فيها
بفات للناس اللي معه. فهو مو بس مقاتل تقدر تلعب فيه كسبورت، بيعطي بفات، بيعطي حماية، بيعطي تقوية هجوم، بيعطي تسريع هجوم للناس اللي حواليه. باللعبة هي كل الشخصيات، ما بتلاقي انه هما في شخصية سبورت او هيلر او شغلة، بس اذا بدنا نحكي عن ناحية انه مين السبورت ومين الهيلر في اللعبة هي، فاحنا حنقول الكورسايدر واحد منهم، والثاني حيكون النوركومانسر حنوصل عليه حاليا. بس الكورسايدر مثل ما قلت لكم مهاراته جدا حلوة ومفيد كثير بالبي في اي وبالبي في بي، فأنا بنصح فيه بشكل كبير للناس اللي حابين انهم يلعبوا اللعبة ويستمتعوا فيها، لأنه الكورسايدر شخصية ممتعة جدا باللعبة هي. النركومانسر واللي هو شخصية المستدعي وهي الشخصية الرئيسية تبعيتي والشخصية اللي أنا بحبها، بسبب انه انت بتهجم مع جيش تقريبا، انت عندك الاربع سكيلتونز هذول وفيك تغير اشكالهم، وعندك انت الكولم فيك تغير شكله، وعندك كمان الماجيك سكيلتون وهو ساحر فيك تغير شكله ويصير ريبر اللي هو حاصد الارواح. شخصية الاستدعاء هي جدا حلوة، بس مشكلتها الوحيدة انه انت استدعاءاتك قوية، بس شخصيتك الرئيسية اذا وصل لعندها على سبيل المثال المونك حتروح عليك الشخصية وحتموت. فهي شخصية قوية بس نقطتها ونقطة ضعفها الوحيدة اللي هي انه الشخصية نفسها دمها قليل وضعيفة وبتموت بسرعة. الناركومانسر بالبي في بي جدا مفيد، لانه هو افضل سبورت او داعم من ديابلو 3. يعني حتى بديابلو 3 معروف عنه بالسبورت تبعه، بيعطي دروع للناس، بيعطي اغماءات وكراود كنترول، وكمان بيهجم ناس مثل الجيش مع الجيش نفسه اللي هو هاجم بالمعركة البي في بي على الناس التانيين. غير هيك انه بالبي في اي جدا مفيد، لانه الدمج تبع النوركومانسر حلو كتير ومتشتت، واللي هو انه انت ما بتعمل دمج بمكان واحد مثل ديمون هانتر. ديمون هانتر دمجه عالي، بس دمجه على شخص واحد مفيد بالزعماء. النوركومانسر مفيد بالاستدعاءات تبع الزعماء، وكمان لما تفوتوا على مجموعة من الوحوش، لانه هو عبارة عن جيش لحاله، الجيش تبعه ممكن انه يهجم على الجيش الوحوش وكمان ياخذ عنكم بعض الدمج، لانه هو كل وحش عم يتقاتل مع واحد من استدعاءاته، وانتم مستغلين الفرصة هي عم تقتلوهم واحد واحد وتصفوهم اذا انتم فايتين على مكان او على حملة ليفلها اقوى من ليفلكم. على سبيل المثال احنا حاليا ليفلنا 6 وبالباراجون ليفلنا 14، فلما نفوت على هيل 2 بكون جدا صعب علينا، لانه هيل 2 من باراجون 30 وفوق، فبنحتاج الناركومانسر لحتى تخلي استدعاءاته تستلم بعض الوحوش واحنا نستغل اللحظه هي ونقتلهم واحد واحد. بس المشكله انهم حيموتوا بسرعه لانه بالباراجون 30 شويه قوي. فالناركومانسر حلو، بس الناركومانسر جدا صعب تلعب فيه بالليفلات الصعبة لحالك، لازم يكون معك حدا تاني على الأقل أنت وبربريان لحتى تحسنوا إنكم تلعبوا. الناركومانسر بالبي في اي جدا مفيد وبالبي في بي جدا مفيد، بس مشكلته مثل ما قلت لكم الدم تبعه. فاللي بده يلعب بالناركومانسر لازم انه شوي يكون عنده شوية خبرة بالتفادي الهجمات، شلون بده يهرب وايمت لازم يهرب وايمت لازم يدخل ويهجم. بس وهذا كل شيء انا حبيت اتكلم فيه عن الشخصيات، لانه عم تجيني اسئلة كثيرة محاول انه اي شخصية العب فيها وشو افضل شخصية. ما في افضل شخصية، كل الشخصيات مهمة، كل الشخصيات حنحتاجها لحتى نقدر انه نخلص اللعبة هي ونوصل لاعلى ليفل ونقدر انه نفرم باعلى مكان واصعب مكان. فكل الشخصيات مهمة وما في شخصية احسن من غيرها. انت شوف الشخصية اللي عاجبتك، انا اعطيتك شوية شرح عن الشخصيات هي وشو فوائدها وين فيك استخدامها. كل الشخصيات فيك تلعب فيها بالبي في بي وكل الشخصيات فيك تلعب فيها بالبي في اي، بس في شخصية احسن من شخصية بمكان معين. هذا كل شيء المقطع، اللي بتمنى يكون المقطع عجبكم. اذا عجبك المقطع تسنتني لايك، اذا ما عجبك تعطيني ديسلايك، بس اكتب لي في الكومنتات ليش ما عجبك تستنى تشترك في القناة وتفعل الجرس لحتى يجيك اشعار بكل الفيديوهات او الشروحات اللي حنزلها عن لعبة ديابلو امورتال. في نهاية المقطع بقول لكم في امان الله.